الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعطيك العافية يا معلم أبو نور. هذه الذرة يا أبو نور، ها؟ اي هذه الذرة ما شاء الله. كم بقى لها طالعة؟ يعني 8 أيام. ما شاء الله تبارك الله، لا قوة إلا بالله. وش قاعد تسوي يا أبو نور؟ أنا أشوف معك مركبين كذا. إحنا نعطوا يوريا وداء. ما شاء الله، بما أنها ذرة وعلف للبهايم يعني ما يضر. لا ما لما يسمد بالذرة والداء. ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية يا أبو نور. ما شاء الله، أقول حتى نموها وطلعتها كويسة، ما هي محتاجة شيء. ما شاء الله تبارك، لكن زيادة حرص وزيادة. ما شاء الله تبارك الله. ليها أسبوع تقريبا، ها؟ هذه ذرة شامية يا أبو نور؟ ذرة شامية. ذرة شامية اللي هي الصفرة. اللي هي الصفرة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوريا سريع الذوبان، وهو يفيد النمو الورقي أكثر شيء. الداب المركب الثاني هو بطيء الذوبان أو بطيء التحلل بالتربة، ولكنه مفيد. ليش مفيد؟ للنمو الجذري، وخاصة في بداية نمو النبات صراحة. حنا هذا أول جرعة يعني نعطيهم إياهن، أول جرعة على أساس يكون النمو إن شاء الله قوي والجذر ثابت بالأرض إن شاء الله. احنا معطشين الآن ونسقي بعد ما نخلص تسميد إن شاء الله. تابعونا، الله يعطيكم العافية.